وقتكم. الحمد لله التليفونات بس عبر ما كده ولا اسال عن، لان بقى في المطبخ اروح المطبخ اسيب ماما بالسحتان على ما اقول لها وحشتني يا ماما، احب في رجليها واحب في ايديها، امي اقول لها وحشتني والله بجد، يعني انا من غيرك ما سواش حاجه، انت لو جريت حاجه هموت وراك وبقيت الشافع عليها وطول عمري، قول يا رب خد من عمري واديها عمر واعطيها واديها الصحه وبارك لي فيها، ولا عمري اقول اعملوا مشاركه، ولا عمري اعملوا مش عارفه ايه، ولا اتكوا على القهوه، ولا لا ما بقولش لحد عمي. والنبي لا قبل ما تعدي الفيديو لا تصلي على النبي، ان شاء الله ما صلي، انت يعني اقسم مش عارفه ايه اعملوا اه ليه، يعني بتقسم على الناس او بتحلف على الناس، اللي يصلي ويصلي واللي ان شاء الله ما صلى ما صلي، واللي استغفر ربنا، كل واحد حر في حياته، لكن كل واحد ينشر واعملي كذا، وقبل ما ابدا اعمله مشاركه اعمله مش عارفه. الحمد لله عمري وبكلم وطلعت فيديوهات وبطلع علني في اللايف، ولا عمري الحمد لله ولا محتاجه حاجه من حد، ولا بقول لحد اعمل لي ولا خليه، الحمد لله احنا مش وش ذلك، احنا وش النعمه وش الخير، واما بنعمه ربك فحدث. انا كنت في الموت نفسه ربنا شفاني وعافاني، احيانا مش شفاني كما احيانا الحمد لله. اللي يقول لك ما تاكلش يبقى كذاب، اللي يقول لك ما صوم يبقى كذاب، اللي يقول لك ما اشرب كذا يبقى كذاب، اللي يقول لك اعمل كذا عشان تخس يبقى كذاب، كل الناس كذابه يعني. اقول لك اعمل كذا انا الحمد لله باكل ودسم، عارفين ايه دسم؟ سمنه بلد، كسكس، لحم، اباط، سلطه، زيتون، وغير من واكله مع ماما، والكبده والراس بتاعت البطه كنت مشوحها، ما تقول له حد حمر الراس الخضرة كده بصراحة، عشان مرضتش احطها في وسط البطة، عشان ايه قلت لا، عشان كانت في الفريزر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، ألف مليون على الحمد يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. دايما أصلي على الحبيبي لأنه هو طبيبي وشفائي وغذائي ودوائي.